تاريخ قاعد يجينا هذا الحين الاستاذ الزيد الخباز يقول طلعت النقرة قسمين شنو هي طال عمرك؟ نقرة الطوارئ ونقرة العادية. الله، وانتو الاسم الكريم؟ زيد الخباز. اسمك؟ كنات رحمة. نعم كنات والنعم الله. اسمك الكامل طال عمرك؟ يوسف الزيد. والنعم الله. نعم حالك. طب الله اجركم، من متوفي اليوم؟ ولد عمي الله يرحمها، بيت الطاهر. ها الله يرحمها. الله زين، قسمهم لنا طال عمرك. والله تاريخ ما اقدر. لا، اللي طواري منو فيها من العوائل؟ في زي طواري، ما مو شو طريق احنا هسه البناي، فوزان، عثمان، خشام. زين، هي النقره ليش سموها طال عمرك النقره؟ في بقعه كانت ماي. والله أدن؟ يعني انت شايب طلعت. لا لا انت مثال. وكان فيها جلبان قلبان؟ جلبان فيها يصاب أولي في قليل. أنا قابلت واحد يقول كان فيها مصنع ثلج، صحيح؟ ما مر. يقولون كان جايبينه يعني يسوي ثلج، قوالب ثلج. يمكن، الله أعلم، هذا قبل ما بوايد. الله. زين، الحين شنو تتذكر من الوالد سيد يوسف الرفاعي ويعقوب سيد وزير النفط؟ كان يسوي مثل دروس دينية. إيه موالد، صح؟ موالد، إيه. كان أبويا رحمه عفيد لنا. الله. وين كان ساكن والدكم الله يرحمه؟ أولي. الله. وين كان إيه، لأي منطقة؟ منصورية. وانت تعال بعد، حياك. متشرف. كل يوم خميس. متشرف. اول الكويت فيها موالد، الحين ما يبون. ليش؟ خلاص استغفر الله. واحد يحتفل بعيد ميلاده امه وابوه ونبيه ما يبي. يلا حياك الله، ما شاء الله معروف، انت شخصيه معروفه. متشرف حبيبي. شكرا طال عمرك.